الله أكبر. إذا في هذه اللحظة تم الاستهداف ولا زال الأهالي الشظايا لا تزال تنزل في المنطقة، والأهالي ربما الآن يذهبون إلى المكان من أجل تفقد الأضرار التي نتجت. حجم الانفجار كبير، طال منزل وبالتأكيد طال منازل أخرى. الله بارك في الدنيا احمد احمد في شرفك. هذا هو الاستهداف إذن، وتم تدمير المنزل بشكل كامل. احنا منزلنا تعرض لمحاولة استهداف قبل هيك مرتين، الحمد لله رب العالمين. على كل حال احنا رغم استهداف المنازل والبيوت في قطاع غزة، رغم استهداف منزلنا احنا صامدين، احنا مع المقاومة. يعني دمر هذا صرنا متعودين عليه في المنازل اللي بصير عندنا، البيوت والشوارع، فصار هذا أمر شبه طبيعي. يعني بطل يأثر من كتر ما صرنا بطل يأثر في مشاريعنا، هذا الموت الشهداء لما صرنا نمرق عنهم بطل يأثر، صارت عندنا شيء طبيعي من كتر ما كنا نشوف المناظر هذه وصرنا نشوفها. القصف لا يتوقف إلى جانب المجاعة، الموت بكل صنوفه هنا في شمال قطاع غزة. هذا المنزل تم تدميره، كان من عدة طبقات، المربع الذي يحيط به أيضا تدمر بشكل كبير. مزيد من النازحين إذن أضيفوا إلى قائمة من لا منازل لهم فعل هذا العدوان. إسلام بدر، تلفزيون العربي، شمال قطاع غزة، مخيم جبالية.